أخيرا أيها الأحباب، ماذا نحتاج على سبيل السرعة قبل فوات الأوان، قبل أن يجرفنا الطوفان، قبل أن نسقط من عين الله ولا أدري هل سقطنا أم لا، هذا في علم الله، قبل أن يستبدل بنا ولا أدري هل استبدل لهذه الأمة أم ليس بعد. الأمر مخيف مخيف مخيف، ولكن القلوب النائمة والضمائر الميتة والمشاعر المتبلدة والأحاسيس المخدرة والعقول المعطلة وهذا الانغماس في حياة الفناء في قاذورات مستنقعات الدنيا شغلنا عن كل ذلك، وشغلنا عن أن نهتم بذلك. هل استبدل بنا أم لا؟ هل سقطنا من عين الله أم لا؟ أبو هريرة يبكي حتى يخرج الدم مع الدم، فقيل له ما يبكيك يا أبا هريرة؟ يقول أخشى أني أذنبت ذنبا أحسبه هينا وهو عند الله عظيم، فقال لي الله اذهب فلن أقبل لك عمل نفلا. أبو هريرة يا ناس ذنب واحد فرد يا ناس، فكيف والأمة واطأت على الذنوب الجماعية؟ ترك الجهاد والدعوة والنصيحة والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كيف قد تواطأنا على ترك كل ذلك بل على محاربته ومواجهته ونحصل الإسلام فيما شرحت لكم وفيما بينت لكم آنفا؟ هكذا حصل. كيف والذنوب الفردية تكاد تقتل أمة بأسرها؟ إن ذنب فرد واحد مما يرتكبه الأفراد في زماننا كافية لإبادة مجتمع يسكت عن هذا الفرد. إن ابن الخطاب عمر اهتزت المدينة بزلزال بسيط هزة خفيفة، فصعد المنبر وقال والله ما اهتزت الأرض منه إلا بذنوب فعلتموها في الخفاء، والله إن عادت ما سكنتكم فيها أبدا، ما سكنتكم فيها. يرسل سرية لمواجهة بعض الكفار، فلما يرجع يسألهم متى صبحتم العدو؟ قالوا عند الصبح. متى انتصرتم عليهم؟ قالوا عند العصر. فكبر مغضبا قال الله أكبر الله أكبر، ما كان للكفر أن يسود أمام الإيمان من الصبح حتى العصر إلا بذنب فعلته، بذنب. فكيف لو رأيتنا من الله؟ كيف لو رأيتنا الآن وأمام خلق الله يطؤون أعناقنا ويفعلون بنا ما يريدون ويرسم لنا سياساتنا الداخلية والخارجية للأقطار العربية والمسلمة في كل مكان؟ كيف لو اطلعت علينا من خلف سجاف الغيب يا عمر؟ كيف لو اطلعت علينا ورأينا هذا الذي يجري من ذنوب؟ أكنت تساكننا فيها يا ابن الخطاب لو أن الله بعثك الآن؟ لا والله، لا والله، إن سكوت المجتمع عن فرد يذنب، فرد واحد يذنب، كاف بهلاك المجتمع، كانوا لا تناهون عن منكر فعلوه، لم يئس ما كانوا يفعلون، فكيف إنا نحن نشجع بعضنا على الذنوب؟ وذنبنا يعطي بعضنا البعض، واحد يركب دش، بعد نهارين الشارع كله يركب دشوش، ويشجعهم، ويذكر لهم فضائل الدش ومزاياه، كيف؟ تواطأنا على ذنوب عامة وذنوب خاصة أيها الناس، تواطأنا وتعامينا عن معصية الله على كل المستويات، على مستوى الحكومة وعلى مستوى الشعب، تعامينا عن معصية الله بل نجهر بمخالفته ونريد أن ينصرنا على عدونا، كيف ذلك؟ نعم، إن هذا التواطؤ على معصية الله، إن هذا الجهر بمخالفة الله ينذر بشؤم عظيم ويوصلنا إلى هاوية الهلاك، وإن لم تقل كلمة الحق وتسمع فويل للأمة قادرة من حكامها إلى محكومها، ويل لها من أعدائها، وويل لها من غضب جبار في الدنيا قبل الآخرة. إننا نريد رجوعا إلى الله، إننا نريد نصرا لله كي ينصرنا،